اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار في هذه الفقره. النجم الكبير الكابتن عادل طعيمه. ازيك يا كابتن عادل؟ كابتن اسلام مشرف ومنور. نورك يا كابتن. ربنا يخليك. ايضا النجم الكبير كابتن ماهر همام مشرف ومنور. أهلا كابتن ماهر. اسلام اهلا بيك. ازي حضرتك؟ كله تمام يا رب. كابتن عادل خليني ابدا مع حضرتك النهارده برؤيتك لمباراه الجونه. جونه النهارده وليه الشوط الاول طلع بدون اهداف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا بعد الماتشين اللي فاتوا كان حصل ضغط كبير على اللاعبين، وفي لاعبين بشر بيتاثروا بالهجوم، وفي ناس بتبقى نوعيه اخرى مجهده، نوعيه اخرى ما كانتش بتاخد ماتشات. فنتيجه برضو انه كل 3 ايام ماتش زي ما انت شايف كده. طبعا انت تلعب النهارده يوم الاربعاء يوم السبت مباراة. الفرق المنافسه هتبص تلاقي بياخد اسبوع او 10 ايام عشان مزبوط. يلعب الماتش اللي بعديه. فهي مجموعه مشاكل بعد انتصارات عديده. يعني انت عندك انتصارات عديده جدا، وبعدين الماتشين اللي فاتوا كان هناك فعلا، ولازم نعترف ده، كان هناك بعض اللاعبين في حته كده يعني عدم ثقه او الروح القطرية ما كانتش موجودة. النهاردة الراجل غير طريقة اللعب ولعب بثلاثة أربعة ثلاثة، أمن شوية من تحت، لعب رامي وعبد المنعم وياسر. أيوة. وبعدين إدى انطلاقات لكريم. طب مبدئيا يا كابتن عادل، هل كان مقبول أنه هو يلعب بثلاثة في الخلف النهاردة في مباراة الجونة؟ يعني الجونة بيتعرض للهبوط وعنده مشاكل، فالمفروض ان هو يلعب بثلاثه. ممكن تكون وجهه نظر ان هو يقفل بثلاثه خط واحد ويطير الباكين. ما هو المفروض كان هو عامل حسابه على كده، بحيث ان هو درس فريق الجونه وعارف ان هو بيلعب براس حربه، خالد قمر، وفي اثنين على الاطراف. اوكي. اظن كريم، وفي ولد ثاني الشبراوي. اسلام محارب. واسلام محارب. الاثنين كان حتى الاخ طلعت يوسف كان بيلعب بالاثنين على كريم، يعني كريم فؤاد بيخلي الكور الثابته لو ضربه مرمى عند عماد الجول بتاع الجونه هتبص تلاقي، لو سمير يعد لنا حتى لو لقطه واحده. أوكي. كل الكور الثابته هتبص تلاقي الاثنين واقفين مع كريم. يعني مش يعني بحيث ان هو الكره تتلعب لهم، بحيث ان هو يستطيع ان هو يخترق من الجنب ده. وده اللي حصل في ماتش الزمالك. احنا ما قرناش تيم الزمالك كويس لان الاطراف بتاعتنا كانت بحاله سيئه، وبالتالي قدروا ان هم يستغلوا الحته ديت. اوكي. النهارده انت بتقول ما قدرناش الشوط الاولاني ان احنا نجيب اهداف. نتيجه انه الجونه من اول دقيقه تقريبا بيلعب بالعشره جوه ال 18 في التلت. أوكي. في تلت ملعبه ما بيتحركش. وبعدين حرت على الاطراف اثنين ثلاثه واثنين ثلاثه، وبعدين حته العمق كان هناك عندنا قصور شويه. عمليه علي معلول لما بيزيد للاسف الشديد، عبد القادر برضه مش عايز يطلع الـ القرار اللي هو باستمرار موجود عنده، وهو ان الكره تجيله ولازم يرقص ولازم يبقى في بطء. فطبعا الجبهه دي كنا مركزين جدا عليها. الجنب اليمين ما كانش فيه مسانده. أوكي. مع كريم كان المفروض مع كريم نستغل، يبقى هجمه من هنا وهجمه من هنا. الشوط الاول برضه ما زلنا في الشوط الاول. اوكي. الشوط الثاني ابتديت توازن ما بين يمين وشمال. وبعدين حتى بعد نزول هاني بقى الهجمات من هنا ومن هنا، وابتدت الخطوره تبقى من الجنبين. عندنا مشكله في عمليه، ودي عايزه تمرين، والراجل مش هيقدر يمرن دلوقتي. طبعا العمليات الاختراق والمندفع من الخلف. أوكي. عايزه تدريب ودقه متناهيه وتفاهم. أوكي. الكلام ده يتعمل امتى؟ يعني انا لما اكون انا عمرو السليه معايا الكوره واخدتها من رامي بلعب لحسام وبكمل، المفروض ان يبقى في جمله بتتلعب مثلا لعبد القادر، عبد القادر يروح لاعبها لعمر. فاهم؟ يعني بتتلعب ثلاث لمسات بيبقى هو الجول. الحاجات دي محتاجه تكراره في التمرين، بحيث ان انا والكره وهي بتتلعب من رامي على طول بتبقى الكره وهي بتتحرك. دي طبعا من بعض الحاجات. دي ركله جزاء يا كابتن؟ يا
يعني اي طفل صغير يعني واضحه جدا انها ضربه جزاء وهو شايفها على فكره. هو وبعدين عصبي جدا ما اعرفش عصبي ليه انا ما اعرفش كابتن ابراهيم عصبي جدا وبعدين ما اعرفش الكابتن ابراهيم ماله ومال النادي الاهلي انا مش عارف ده في بنالتي تاني بس للاسف حتى في التحليل بتاع الماتش بتاعنا النهارده في كوره اتعملت اظن كورنر او فاول او حاجه او فاول واتلعبت والكل طلع عليها فوق لو سمير يقدر يجيبها لنا يبقى كتر خيره اظن ياسر او حد بيشوط والراجل حط رجليه في وهو بيشوط ودي بنالتي ما فيهاش نقاش قبل البنالتي اللي اتحسب في قبلها بكوره كوره واحده ثانيه الكوره اتلعبت فوق طلعوا الاثنين وهي نازله مش عارف مين اللي كان عندنا بيلعبها أوكي. فبيشوط وهو بيشوط الراجل راح حاطط وش الجزمه في رجليه الجزاره على حسام يا ريت سمير يشوفها نعم فالراجل مش قادر ان هو يعمل تدريبه بحيث ان هو يقدر لان دي محتاجه تركيز ومحتاجه تمرين ومحتاجه تكرار ومحتاجه تفاهم ومحتاجه تثبيت تشكيل فنتيجه الاصابات بيبقى في نوع على باستمرار انت ما انتش قادر انك انت النهارده عمرو السوليه بيتعور طب هيخش مكانه ان شاء الله ديانج يكون كويس فعمليه تثبيت التشكيل بحيث ان انا الجمله اللي هعملها من الاختراق من العمق او من المندفع من الخلف او الكرات اللي هي العرضيه وبتتلعب لواحد دي محتاجه باستمرار محتاجه ثقه محتاجه رؤيه محتاجه هدوء ايوه لما بوصل للخط زي ما انت كنت بتعمله زمان انا بوصل للمرحله الاخرانيه من الثلث الاخراني الهجومي بتاعي ما استعجلش وبعدين يا كابتن في حاجه في الكوره وبقولها لحمدي فتحي في حاجه اسمها تمويه في حاجه اسمها خداع في كره بالشمال الشوط الثاني حمدي فتحي شاطها بالشمال اوكي يا سلام يا فتحي بقى ودي رساله ببعتها لك يعني يا ريت يا فتحي وانت بتشوط بالشمال لو انت لميتها وخدت الراجل والراجل كان هيترقص مليون في الميه كانت جول 100% يعني هو عمل ان هو يشوط بالشمال وشاط بالشمال طب يا اخي اعمل خداع شويه يعني وانت بتشوط بالشمال روح رقص وخد الراجل على الكره على رجليه الثابته هتبقى الجول مفتوح بالنسبه لك ايوه برضو ده الجول انا يعني احتمال تكون اوف سايد احتمال بس يعني مش عارف بصراحه انا برضو انا شايف هو داخل معرفش بصراحه ده الشوط الاولاني ده ملخصه ان حتى احنا طيب. علي الكرات العرضيه الشوط الاولاني ما كانتش بالدقه المطلوبه ايوه كريم ما كانش فيه مسانده معاه وكان بيلعب عليه اثنين باستمرار وما كانش فيه حد يعني المفروض كان قفشه يبقى ما بين الشمال واليمين كان قفشه كل الوقت موجود ناحيه الشمال ما بيروحش ناحيه اليمين اطلاقا وده طبعا خلى الملعب ما فيش توازن في عمليه الهجمات وكان كل التركيز في الجانب الشمال.